اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم حصنا بلطائف عنايتك من أخلاق أهل النار، واحفظنا بحسن معيتك من الجرأة على الأوزار، واجعل لنا نورا نمشي به بين العباد، واحشرنا يوم الميعاد في زمرة أهل الأنوار، واهدنا لأرحم الأعمال فإنه لا يهدي لأرحمها إلا أنت. اللهم ارشدنا إلى طرق طاعتك ومحبتك، واجعل من يرانا يذكرك، ومن عاملنا يشكرك، ومن سمع دعاءنا توجه إليك، ومن رأى حبنا لك أقبل بقلبه عليك، وأعنا على أمورنا بصدق التوجه إليك يا مولانا يا مولانا. الحمد لله.